السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. دلوقتي معادنا مع الجزء الثاني من قصة ضي الليل للكاتبة رنا صبح. للي ما سمعش الجزء الثاني هتلاقيه تحت في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ. دايماً في للحكاية جوانب تانية كتير مستخبية، ودايماً النفس بتحب تشيل أسرار. تعبت من المشي على رجليا، لما نزلت من القطر أخدت تاكسي لحد مدخل قرية اسمها غرب سهيل. قرية كبيرة فيها كل قرى النوبة الصغيرة. بقالي حوالي ساعة ونص ماشي من قرية لقرية، وكل اللي معايا هو صورة لي. كل ما عدي على قرية أوريهم الصورة واسأل حد يعرف الشخص ده وهو عايش فين؟ وكان الرد الوحيد واللي مليت من كتر ما سمعته هو لا، او معرفش مين ده ولا عمري شفته. قربت على اخر قرية في غرب سهيل، واللي غالبا مش هعرف اوصله فيها كمان، على ما يبدو انه مش مشهور قوي وسط اهله، او يمكن مات مش عارف. بس انا ما قداميش حل غير اني ادور لحد ما الاقيه، او على الاقل اعرف اي معلومة عنه. فضلت ماشي بسأل اي حد يقابلني في الشارع عليه. القرية دي كانت كبيرة عن باقي القرى لدرجة انها اخدت مني حوالي ساعة كاملة لف فيها هي بس. كنت بدور على اي حد يعرف اي حاجة عن الشخص اللي في الصورة اللي معايا، والناس ولا كأنهم شافوه قبل كده ولا كأنه عاش معاهم في يوم، بالرغم اني عارف ومتأكد انه كان عايش في النوبة. دي الحاجة الوحيدة اللي هي قالتها لي، او اللي هي بتقولها عموما من يوم ما شفتها. النهار قرب يخلص وانا ما وصلتش لحاجة، حتى معرفتش فيه هنا مكان ممكن ابات فيه ولا لأ. فضلت ماشي بفكر هقضي الليلة دي فين، وانا كده قطعت المسافة دي كلها على مفيش ولا ايه. وانا ماشي فجأة سمعت صوت جاي من ورايا بيقول بتسأل عن سليمان ابن ضي ليه يا ولدي؟ عاوز منه ايه؟ اتلفت بسرعة لما سمعت اسم سليمان، فلقيت ست عجوزة اظن انها عدت السبعين بشوية، لكن صحتها كويسة، وشها مليان تجاعيد وملامحها السمرة عطيها وقار وهيبة. فتنحت وقلت لها انت تعرفي؟ ردت وقالت لي عز المعرفة، في ام التوه عندناها. قلت لها انت مين؟ ربنا قال في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. اتعلم يا ولدي ما تسألش عن حاجة ما تخصكش، خصوصا لو لاحظت من صاحبها حرص على انه يخبيها. ما قلت ليش عاوز سليمان في ايه؟ عاوزه بخصوص بشر. تاني بشر؟ مش كنا خلصنا من ادمها الشوم علينا؟ ارجع يا ولدي مطرح ما جيت، سليمان مش هيفيدك في الحكاية دي. لفت وشها وجت تمشي، فقلت لها بشر ما عادتش بشر بتاعت زمان بجبروتها، بشر محتاجة لسليمان. ما بصتليش، فضلت على حالها ومدياني ظهرها وقالت انت قبل ما تقول الكلام ده عرفت ان بشر حاولت تقتله قبل كده؟ الصدمة وقعت عليا ومعرفتش انطق، ولما هي ما سمعتش مني رد قالت ارجع يا ولدي مطرح ما جيت، بلدنا مش هتفيدك بحاجة. فضلت واقف مطرحي ولسه كلامها بيرن في وداني، وما فوقتش من صدمتي غير على صوت خطواتها وهي بتبعد. فجريت وراها وقلت لها ارجوك استني، انت لو مشيتي وسبتيني انا هتوه، الليل خلاص ليل وانا مش هعرف اروح ولا حتى اعرف حته ابات فيها. قالت لي وهي مكمله مشي وهو انا يعني اللي هعرف لك حته؟ قلت لها بس انا اعرف ان انتوا اهل كرم وشهامه. وقفت مكانها تاني لكام ثانيه تقريبا من غير كلام، وبعدين قالت تعالى ورايا. فضلنا ماشيين حوالي عشر دقايق لحد ما وصلنا قدام باب بيت. خبطت على الباب فسمعنا صوت جاي من جوه بيقول مين؟ فقالت غطوا راسكم معايا ضيف. ثواني والباب اتفتح، بس اللي فتحته كانت مدارية وراه. دخلت الست الكبيرة فدخلت وراها، والغريبة ان هما ما قفلوش الباب، لا سابوه مفتوح على اخره.
قعدتني في المضيفة بتاعت البيت وقالت لي تشرب ايه؟ قلت لها لا تسلم ايدك، كفاني هتقل عليكم وهبات عندكم. قالت لي لا انت مش هتبات عندنا، ها تشرب ايه؟ بلعت كلمتها بصعوبة وقلت وانا متوتر شاي يمن، كوباية شاي مظبوطة للأستاذ. طبعا ما ينفعش أقولك بيتك ومطرحك لأننا كلنا هنا حريم، فأنت هتفضل قاعد مكانك كده لحد ما يمن تجيب لك الشاي. عن إذنك. ونادت على يمن تاني وقالت لها هاتي الشاي للضيف يا يمن وحصليني على المنظرة القديمة. قعدت أتأمل في البيت حواليا بأثاثه وجدرانه. البيت زي ما يكون سرايا مجهولة مثلا، ومش عارف ازاي الناس دول عايشين في بيت كله عناكب ومطرب وغريب بالشكل ده. دقايق ويمن جات لي بالشاي، كانت لابسه برقع على وشها ومش باين منها غير عينيها، عينيها زرقاء بلون البحر. تهت فيها، فضلت مركز في عينيها لحد ما هي نزلتها عني وحطت الشاي ومشيت بظهرها لحد الباب وهي بصة في الارض، وبعدين طلعت من البيت. جيت اشرب الشاي معرفتش اشربه لاني متعود عليه سكر زياده فسبته، وفضلت قاعد ابص على الكوبايه شويه وعلى اثاث البيت شويه وعلى الضلمه اللي غرقانه فيها اوض البيت كله ما عدا المضيفه اللي انا قاعد فيها، لحد ما عدى حوالي ساعه الا ربع. جت بعدها يمن وقالت لي لو سمحت تكلم امي في المنظره القديمه. سالتها فين المنظره القديمه؟ قالت اطلع من الباب وامشي على طول هتلاقيها قدامك، ما تخافش أمي وقفالك قدام الباب. هزيت راسي وابتسمت لها فسابتني ومشيت. طلعت من الباب وفضلت ماشي زي ما قالت لي لحد ما وصلت عند باب المنظرة، وفعلا لقيت الست الكبيرة مستنياني قدامه. قلت لها خير يا، قطعتني من غير كتر كلام، اتفضل ادخل نام. قلت حتى مش عاوزاني اعرف اسمك؟ ردت سليمان هيبقى يقولك عليه. قلت لها سليمان هتخليني اشوفه؟ الصبح هتلاقيه عندك هنا. لفت وشها ومشيت فنادتها وقلت ليه قبلتي تساعديني؟ لفت وقالت لي يمكن علشان سليمان جواه كلام كتير ما اتحكاش من زمن، افتكر انه هيحب يفضفض مع حد يمكن يرتاح. قلت له هو فعلا هيرتاح، وهيرتاح اكتر لو ساعد بشر. بصت في عيني بصه غريبه كلها غل وقالت لو عايز تمشي من البلد دي بامان ما تجيبش سيره بشر مع حد تاني الا سليمان، فاهم؟ اترعبت منها فقلت لها بسرعه وانا بهز راسي بتوتر فاهم. مشيت من قدامي وانا دخلت المنظره، لقيت فرشه انام عليها ومصباح صغير متعلق في الجنب، ومعرفش هي لحقت تعمل كل ده امتى. لقيت كمان في اكل على ترابيزه فابتسمت وقعدت اكل، انا فعلا كنت ميت من الجوع. ومعرفش امتى تحديدا نزلت نمت على الفرشه لاني ما حسيتش بنفسي غير الصبح. وباب المنظره بيتفتح ودخل منه واحد طول بعرض. فتحت عين واحدة بالراحة وأنا بحاول أداري عيني من نور الشمس شوية، وفتحت عيني على آخرها وأنا بقوم من مكاني ومش مصدق عيني وأنا بقول في سري بصوت واطي سليمان؟ بس إيه ده؟ هو مش شايفني؟ كان ماسك في إيده عكاز وماشي بيحسس وكأنه مش شايف حاجة. لا ثواني، هو فعلا ما كانش شايف أي حاجة، واتأكدت من ده لما قلت له إزيك يا سليمان؟ اتلفت حواليه في كل الاتجاهات وهو بيقول مين؟ انت مين وعاوز مني ايه؟ انا مملوكش غير شويه الاكل اللي على الترابيزه دول. ومد ايده علشان يدور على الاكل وهو بيكمل كانوا هنا والله العظيم كانوا هنا، بص هدور لك عليهم وخدهم بس ما تاذنيش. جريت طبطبت على جسمه وترعش من لمستي فقلت له ما تخافش يا سليمان انا مش هاذيك. انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ انا مالك؟ أما حكاية دخلت هنا ازاي دي فالست هي اللي دخلتني هنا. ست؟ أنهي ست؟
الست دي معرفش اسمها، كانت بتقولي انك ابنها. لقيت سليمان ضحك وشد كرسي وقعد عليه وقال لي طب اتفضل اقعد. قلت له هو انت بتضحك على ايه؟ اصلها عملت معاك الواجب. هي مين دي اصلا؟ دي الست اللي ربتني وتبقى مرات ابويا. قلت له الست ذوق والله، بس ما رضيتش تقول لي اسمها. مش هتفرق يا، قلت لي اسمك ايه؟ مالك. اسمي مالك. وايه اللي حدفك نواحينا؟ واضح انك مش نوبي. انا جاي علشانك يا سليمان. الابتسامه اللي على وشه خفت وقال جاي علشاني انا؟ وانت تعرفني منين؟ انا بقالي زمن محدش بيسال عني والناس نسيتني، سايبني عايش هنا لوحدي لا اعرف حاجه عن حد ولا هم عاوزين يعرفوا عني حاجه. قلت له بحذر انا جاي لك بخصوص بشر. كنت متوقع بعد اللي سمعته من مرات ابوه ان اول ما اجيب سيره بشر هيثور ويغضب ويكسر، بس ردة فعله كانت غير كده خالص. ابتسم ببطء وقال لي بشر هي اللي بعتاك؟ قلت له لا، انا اللي جاي لك، بشر تعبانه ومحتاجه تتكلم معاك. ما عادش في حاجه تتقال. يعني ما عندكش اي حاجه عاوز تقولها لها؟ انا يمكن عندي حاجات كتير عاوز احكيها بس مش لبشر. بشر بالنسبه لي ماتت. بس لو هتكمل باقي قعدتك كلام عنها يبقى وفر على نفسك القعده. انا وضع الصحي ما يسمحليش اروح لها، ومش هسمح لها تشوفني ضعيف، كما اني في نفس الوقت ما اتمنى لهاش الشفاء، فاكيد لو علاجها عندي مش هديهولها. للدرجه دي؟ واكتر من الدرجه دي كمان. طب ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضل. انت يعني فقدت بصرك امتى وازاي؟ حابب تسمع الحكايه من الاول؟ انا جاي علشان اسمع يا سليمان، احكي. اتنهد سليمان وقال مشاكلي كلها بدات من وقت ما بقى عندي 15 سنه. بدات اوعى وافهم واعرف الفرق بين امي ومرات ابويا. مرات ابويا كانت بتاعه سحر ودجل، ومعروف ان العيل في سن 15 سنه بيبقى العند عنده كيف، وانا ما كنتش ببطل عاند في مرات ابويا دي. كنت بقعد اقول لها يا دجاله يا بتاعه الجن. كنت في الطلعه والدخله اذل فيها واقول لها انت السبب في اني ابعد عن امي، انت اللي خطفتي ابويا، لحد ما زهقت مني. هي اصلها صعيدي ودماغها ناشفه. قطعت كلامه وقلت له ايوه، ما انا اخدت بالي من لهجتها. ابتسم ابتسامه غريبه كده وكمل. عدت سنه واتنين وتلاته واحنا على نفس الحال، بس هي ما كانتش بتستحمل يحصل لي حاجه ولا توجع، فكانت بتسكت. لحد ما جه يوم وزودتها معاها قوي، وفضلت اقول لها انها خطفت ابويا من امي واني بكرهها واني عاوز امي تاني، فردت عليا يومها برد لسه فاكره وبيتردد في وداني لحد دلوقتي. قالت لي امك مين اللي بتسال عليها؟ وانا رحت فين؟ انت بتسال على واحده ما تختلفش عني في اي حاجه غير انها اختارت تربي بنت مش بنتها اصلا وما تسيبهاش، وهي اللي سابت ابنها 19 سنه من غير ما تسال عنه مره. هي دي امك اللي بتسال عنها يا سليمان؟ ولما سالتها بعدها يعني ايه ما تختلفش عنك في حاجه، اتهربت مني، لكن بعد زن كتير صرحتني بالحقيقه المره. قالت لي ان امي كانت دجاله وكانت بتعمل سحر واعمال للناس، هي وكمان واحده صاحبتها. في الأول كدبتها وفضلت أيام قافل على نفسي، وهي كانت بتحاول تترجاني علشان أفتح لها أو حتى علشان أكل لقمة واحدة، بس أنا كنت برفض. الأيام دي غيرتني، خلتني أفكر من منظور تاني خالص، من طفل ومراهق لمنظور راجل كبير بيفكر بس بعقله بعيد عن العواطف. خرجت بعد الكام يوم دول من الأوضة، وأول حاجة عملتها إني رحت لمرات أبويا وطلبت منها تعلمني السحر. في الأول رفضت، وبعدين مع مهاراتي العالية في الزن وافقت وبدأت تعلمني. كنت طالب شاطر وتعلمت معظم الحاجات في وقت قياسي. سليمان بصلي وقال ويا ريتني ما تعلمت، ما كانش زمانها هنا دلوقتي. بعد ما تعلمت السحر قررت اني انتقم من اللي سابتني 22 سنة لوحدي وما سألتش عني، وانتقم من اللي سابتني علشانها. وفعلا حبكت خطة تمام مع مرات أبويا أعرف من خلالها انتقم، وهي كانت بتعمل أي حاجة علشان ترضيني، وكنت خلاص بعتبرها أمي
وبعد ما زبطت الدنيا بكام يوم وعرفت أنا هعمل إيه بالظبط، سافرت طنطا. أول ما وصلت عند ضي أمي الحقيقية ما تفاجئتش إنها مش عارفاني، بس ده عزز جوايا الرغبة في الانتقام. ده المفروض الأم بتعرف ابنها لو وسط ألف واحد، ودي معرفتنيش بأي شكل من الأشكال. قبل ما سافر من النوبة بكام يوم كنت عامل جلسة تحضير علشان أعرف أكتر عن ضي وعن بشر بنتها بالتبني، وفعلا كنت رايح وعارف عنهم كل حاجة ودارس نقط ضعفهم كويس قوي. لحسن حظي أول ما روحت كانت ضي تعبانة، والخبر ده بدأ ينتشر بين الناس. بعد ما عرفتها أنا مين قلت لها أنها ما غابتش عن بالي لحظة واحدة، وإني كنت بفكر فيها على طول، وإني أول ما فكرت أتجوز جت لها هي. وقتها كنت متأكد أن أول حد هيخطر على بالها هي بشر، وده اللي أنا كنت عاوزه. لما قالت لي عن بشر أظهرت إعجابي بيها ورغبتي الشديدة في الجواز منها ورفضي لأي بنت تانية، لأني مش هثق في حد زي ما بثق في تربية أمي. ووقتها بدأت أقول لها لو بشر ما وافقتش مش هتجوز غيرها، وأصريت على الفكرة دي. وقف سليمان عن الكلام فجأة وقال ناولني كوباية المية دي يا ابني. ناولته فعلا كوباية المية فشرب منها وكمل. ضي كانت متعاونة معايا بس كان مرضها بينهش فيها، وأنا كنت بسرع ده بسم بطيء المفعول كنت بحطهولها في الأكل، وده كان انتقامي من ضي. أنا يمكن بكره ضي أكتر من بشر كمان. الحقد كان مليني. ضي لما حست إنها خلاص هتموت بدأت تكشف لي أسرارها وكل اللي هي مخبياه، وحكيت لي عن دفترها هي وليلى. وقتها أنا اقترحت عليها إنها تكتب عمل مزيف في أول الدفتر وتقنع بشر إنه مش هيتفك غير في النوبة علشان بشر تقضي وقت أطول معايا، وساعتها أقدر أوقعها في حبي. الفكرة عجبت ضي ونفذتها، بس اللي كان في نيتي أنا إني أخليها تطمن لي وبكده يكون الانتقام منها سهل لأني هكون متحكم فيها بالكامل. ضي ما حكيتش البشر عن اشتراكها مع ليل في أي حاجة عملتها، وده خلاني مع الوقت ما حسش بالذنب إني موتتها. وبشر بطيبتها وسذاجتها وقتها خلتني أحبها وأنسى إني كنت متجوز في النوبة أصلا قبل ما أسافر. خلتني غصب عني مش عارف أتحكم في انفعالاتي ولا حتى عارف أقرر إذا كنت هنتقم منها فعلا ولا لأ. بس لما رجعنا النوبة أنا كنت قررت إني هتجوز بشر وهعيش معاها حياة طبيعية من غير ما تعرف إني متجوز غيرها. بعد جوازنا بفترة بدأ يظهر على بشر تصرفات غريبة، بس أنا ما كنتش بهتم، كنت بقول إن ده بسبب تغيير البيئة اللي هي عايشة فيها. لحد ما جت سفريتي للصحراء اللي كنت بسافرها كل سنة أنا ومرات أبويا، والسفرية دي كانت تخص شغلها في السحر وما كانش حد بيعرف عنها حاجة، لا مراتي بشر ولا مراتي يمن. بالمناسبة يمن كانت قريبة مرات أبويا. بعد ما رجعت من السفرية دي كان حال بشر اتبدل، كانت واحدة تانية خالص. أنا كنت عارف من أول يوم إنها احتفظت بغلاف دفتر ليلى، بس أنا عارف برضو إن الغلاف لا بيحمل لعنة ولا أي حاجة، بس أنا اتقفلت منها وقررت إني أعملها وحش. ومع مرور شوية وقت لما حالها يتزبط أصرحها إني عارف بوجود غلاف الدفتر معاها وأقول لها إني بكره الكذب، بس هي ما كانتش بتتزبط، حالها كان بيميل أكتر يوم عن يوم، وأنا كنت هتجنن وأعرف السبب. بس برضو ما كنتش بعرف لحد ما جه اليوم المشؤوم، اليوم اللي قررت فيه بدون سابق إنذار إنها تقتلني. كان عيد ميلادي يومها، حطت لي منوم بكميات كبيرة جدا، والمنوم ده كان زيادة جدا لدرجة إنه أثر على نظري وما كنتش شايف وقتها، بس هي ما كانش يهمها ده، كان يهمها إني أموت. أنا ما سمعتش حاجة بعد كده غير صوت واحدة ست بتقول لها لا يا بشر ما تموتهوش ده جوزك، وبعدين حاجة تقيلة جدا خبطتني في دماغي. صحيت لقيتني في المستشفى وما كنتش شايف أي حاجة، كانت الدنيا ضلمة وهي لسه لحد دلوقتي ضلمة. حكولي بعد كده إن بشر بعد ما حاولت تقتلني بالعصاية الحديد اللي لقوها جنبي وأنا مغمى عليا نزلت جري على البلد وولعت في بيت أبويا، بس هي ما ولعتش في البيت اللي أنت فيه دلوقتي واللي كان اسمه وقتها المنظرة القديمة. سكت بعدها فسألته طب وابنك؟ ابني مين؟ ابن بشر.
هي بشر كانت. انت ما تعرفش؟ ابني فين يا مالك؟ اللي يقدر يجاوبك على السؤال ده هي بشر، بشر وبس. هسيب لك العنوان هنا على الترابيزة قبل ما امشي. هستناك لانه لسه في حاجات كتير لازم تعرفها. تسمح لي اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تقرب مني؟ في الاول استغربت طلبه ده، بس بعد كده قربت وشي منه وهو حط ايده على وشي وبدا يشوف ملامحي بايده، وفي ابتسامه رضا بتظهر على وشه وبتتسع كل شويه اكتر، لحد ما قلت له انا مضطر اقوم امشي، هستناك علشان تعرف ابنك فين، ويا ريت ما تتاخرش عليا لاني مش هعرف انزلك النوبه تاني. خرجت من عنده ومشيت في طريق الرجوع، فجي في بالي مرات ابوه وبنتها، فقررت اعدي عليها واشكرها. وقفت قدام باب البيت وخبطت فمحدش رد، خبطت تاني فمحدش رد برضه، وسمعت صوت واحد من ورايا بينادي عليا وبيقول لي بتعمل ايه عندك يا اخينا انت؟ قلت له ما تعرفش الناس اللي ساكنين هنا راحوا فين؟ رد وقال لي ناس مين اللي ساكنين عندك؟ اهل البيت ده ماتوا في حريق من 20 سنة، ومن يوميها ومحدش سكنه. ساعتها بالظبط حسيت ان جسمي كله بيترعش، وافتكرت سليمان وهو بيقول اصلها عملت معاك الواجب، نزلت جري على البلد وولعت في بيت ابويا، وما كانش حد بيعرف عنها حاجه، لا مراتي بشر ولا مراتي يمن. هي كانت بنت الست اسمها ايه؟ يمن. البيت كان كله شبك عنكبوت، والنور كان مطفي في كل حته ما عدا المضيفه. أنا أول ما ربطت الكلام ده ببعضه فضلت أجري لحد ما تعبت من الجري، وكنت خلاص قربت على محطة القطر، ومنها ابتدت رحلتي للرجوع. كنت بتفرج عليها وهي بتفوق بالراحة وبتفتح عينيها واحدة واحدة ببطء. بصت حواليها علشان تلاقي أوضة واسعة ما فيهاش أثاث تقريبا، وأرضيتها رطبة تشبه للمشرحة. المكان كان يخوف. ما يخوفش ازاي وهي لوحدها والمكان ما فيهوش حتى شباك واحد تخرج منه؟ الغريبة انها ما كانتش خايفة، فتحت عينيها بوسع غريب وكأن عينيها فضلها شوية وتخرج من محجرها، وقالت بصوت هادي وهي بتبص حواليها في كل مكان، انت رجعت يا سليمان؟ مش كنا خلصنا من الحكاية دي وروينا أرض شجرة الجميز بدمك النجس؟ ما سمعتش رد فكملت، ليل كانت عندي امبارح وقالت انك راجع. ما سمعتش رد تاني، فقامت من مكانها وفضلت ماشيه جنب الجدار وهي بتلمسه بطرف صوابعها، وعلى وشها ابتسامه غريبه وبتقول انا حتى المكان اللي حبستني فيه يا سليمان مش حاسه فيه بغربه، معرفش ليه ألفاه وحاسه ان ريحه خفيفه على قلبي. ضحكت بصوت عالي وده خلاها ترجف، فقلت ريح المكان تقلت فجاه ولا ايه؟ اتلفتت حواليها بتحاول تعرف الصوت جاي منين، وهي بتقول سليمان اخرج يا سليمان من مكانك. واخرج ليه؟ وحشتك مثلا؟ يمكن يا شيخ اقولي كلام غير ده، في حد بيقتل حد ويرجع يقول له وحشتني؟ حتى لو ما يمنعش انك وحشتني. وانت ايه يضمن لك اني مت؟ ردت بصوت كله كره وغل وقالت لازم تكون مت يا ابن ضي، لازم تكون مت. فتحت باب الجدار اللي قصادها، فكان سليمان قاعد في اوضه على الارض ومتكور على نفسه زي ما يكون جثه، شعره ابيض وجسمه ضعيف عباره عن جلد على عظم. انا عارف ان قلبها قاسي، بس ما كنتش اعرف انه قاسي للدرجه دي، لدرجه انها ما تتاثرش بشكله. هي بس يمكن اتخضت انه هنا وانه لسه عايش بجد، متأكد ان كان في صوت جواها بيقول هو جه هنا ازاي؟ انا قتلاه بايدي، انا متأكدة. ايه؟ مش كنتي بتقولي انه وحشك؟ في واحدة تشوف جوزها بعد غيبة وتعامله كده؟
مين اللي بيكلمني؟ انت مش سليمان؟ انت مين وعاوز مني ايه؟ مش عاوزة تقولي لسليمان وديتي ابنك فين؟ ابني مين؟ انا ما عنديش عيال. لو مش عاوزة تقولي له اقول له انا، ولا اقولك نخليه يحكي هو، جايز تكون ليلى قالت له حاجة. ليل؟ وهو ليل هتعرفه حاجة منين؟ سليمان كان في أوضة أزاز قصادها بالظبط. في اللحظة دي وصلت الصوت بين بشري وسليمان، فبدأ سليمان يسمع صوتنا ويسمع احنا بنقول ايه، ورفع وشه وظهر عليه الغضب الشديد لما شافها. حاول يقوم من مكانه كأنه أسد عاوز ياكل الفريسة بسنانه، بس معرفش لأني كنت كتفت حركته. سليمان احنا اتفقنا انك مش هتيجي جنبها. هز راسه وهد حركته، وانا قررت اسكت واسيب لهم الباقي. فبدا يقول لها بغل، بشر ليه عملتي كده يا بشر؟ ردت عليه وقالت انت ميت، انت ازاي هنا؟ يشاء القدر اني ما موتش علشان احاسبك على كل اللي عملتيه. انت خليتيني اندم اني حبيتك في يوم. حبيتني؟ انت اللي زيك عمره ما يعرف يعني ايه حب. انت اقذر واحد انا عرفته في حياتي. وانتي الطاهرة صح؟ ما انتي كمان خبيتي عني حاجات كتير. ما خبيتش اللي يضرك يا سليمان. ما خبيتيش اللي يضرني لما بعدتي عني ابني كده؟ ما يضرنيش؟ لا، كان هيضرك اكتر لو كان فضل معاك. انا لسه فاكرة اللي حصل من يوم ما اتجوزنا لحد ما قتلتك، ومش ندمانة على اي حاجة عملتها. مش ندمانة يا سليمان. بعد جوازنا بفترة بعترف لك انها كانت احلى فترة في حياتي. جيت قلت لي انك رايح الصحراء في شغل، وانك مش عارف هترجع من الشغل ده امتى. يومها انا قلبي وجعني، ولما سألتك هتسافر امتى قلت لي في خلال يومين. كنت خايفة من فراقك، كنت خايفة تمشي وتسيبني لوحدي. اليومين اللي قبل سفرك كانوا اسوأ ايام، لاني كنت بهيئ نفسي اني هقعد لوحدي، بس في الحقيقة انا ما كنتش هقعد لوحدي ولا حاجة. هي زارتني وكانت بتخفف عني زعلي وبتقولي أنا جنبك. جات لي أول ليلة في الليلتين قبل سفرك. وقتها كنت نايمة جنبك، وكالعادة كان غلاف الدفتر بين هدومي زي ما كنت متعودة حطه علشان ما يقعش في إيدك. قمت من النوم على صوت حد بيتكلم جنب وداني وبيقول بشر اصحي يا بشر أنا جيت أهو. صحيت واتلفت حواليا وقلت مين؟ شش ما تعليش صوتك، مش عاوزة سليمان يسمع. قابليني عند الساقية قبل الفجر، ولو سليمان سألك قوليله رايحة أملى مية علشان المية قطعة. ولو لقى مية في البيت ما تخافيش، هيلاقيها قطعة. انت متخيل ان يومها قمت قبل الفجر لوحدي من غير ما حد يصحيني؟ وما كنتش خايفة أبدا وانا شايلة الجرة وطالعة من البيت لوحدي في الوقت ده. لما احتفظت بغلاف الدفتر كنت عارفة ان ده هيكون الرابط بيني وبين ليل، اقصد امي ليل. ولما حصل اللي حصل ده انا كنت حاسة اني كنت رايحة اقابلها هي عند الساقية. لحسن حظي انت مصحتش من النوم اصلا وانا طالعة، وانا اطمنت واخدت نفسي ومشيت من وسط الاراضي الزراعية لحد ما وصلت عند الساقية. اول ما وصلت هناك وحطيت الجرة مديت ايدي علشان اتأكد ان غلاف الدفتر في مكانه وسط هدومي ما تزحزحش. وأول ما لمسته سمعت صوتها تاني، ازيك يا بشر؟ ماما ليل؟ مشتاقة لها؟ وبحبها أكتر من نفسي. انت فين؟ أنا مش شايفاكي. أنا هنا يا بشر. لقيتها جايالي من وسط الضلمة. كانت أمي ليل زي ما توقعتها تمام، نفس الشكل ونفس الملامح وحتى نفس الحضن الدافي. ماما وحشتيني قوي يا ماما. انا كان عندي حق لما احتفظت بغلاف الدفتر لاني كنت عارفة اني هيكون رابط الوصل بيني وبينك، وكان عندي حق. احكيلي على كل حاجة تخصنا يا ماما، احكيلي وتعالي نرجع كل اللي فات. هنحكي يا بشر، بس املي الجرة وروحي دلوقتي لان الفجر هيأذن وسليمان هيصحى يدور عليك. وهنتقابل هنا تاني في نفس المكان يا بشر، في نفس المكان. ودعتها وانا مش هين عليا اسيبها،
ومليت الجرة وشلتها وروحت، وأول ما وصلت لقيتك مستنيني على باب البيت. فاكر عملت إيه وقتها؟ لا مش فاكر. صح، وانت هتفتكر مين ولا مين؟ أول ما شفتيني طلعت تجري ناحيتي، كان واضح عليك القلق. كنت فين يا بشر؟ قلقت عليكي. رديت عليك بابتسامة حاولت بيها أتدارك الموقف. المية كانت قطعة، فروحت أمللك الجرة علشان تتوضى منها للفجر. أنا قلقت قوي عليك يا بشر. أنا مش قلتلك قبل كده ما تمشيش في الأراضي الزراعية دي تاني، وخصوصا إن الساقية وبير الماضية دول قريبين من المقابر. ضحكت وأنا بقولك يعني مش عاوز المية دي. مسكتني من دراعي جامد وقلت ما تروحيش هناك لوحدك تاني يا بشر، فاهمة؟ هزيت راسي واخدت نفسي ودخلت البيت من غير ما اتكلم، ورحت على السرير وحضنت نفسي، اقصد غلاف الدفتر اللي كان في هدومي، ونمت على طول من غير ما احس بنفسي. تاني ليله ليل ما جاتليش، ولا انا عرفت اروح لها، لان كنت مسافر يومها الفجر. بس حتى لو ما كنتش مسافر انا ما كنتش هقدر اروح، لاني كنت طول اليوم تعبانه ومش قادره اقوم، وكنت حاسه ان جسمي متكسر ووجع في ظهري غريب جدا. ما كنتش اعرف وقتها اني حامل في المحروس ابنك. انت سافرت سفرية طويلة كانت حوالي 10 شهور، فضلت 10 شهور يا سليمان مش عارف اوصلك. اول ما عرفت اني حامل كنت ببقى هتجن علشان اقولك بخبر حملي ده. كانت في اولها سفرية صعبة على قلبي. فاكر السلسلة اللي كنت جايبها لي؟ انا ما كنتش بخلعها، وكنت دايما بروح احضن هدومك واشم ريحتهم علشان احس انك جنبي، لحد ما جه اليوم اللي كان سبب في ان حاجات كتير جوايا تتغير ناحيتك. في اليوم ده يا سليمان وانا ماسكه هدومك، وقع على الارض قدامي دفتر مذكراتك. بصيت فيهم بفرحه وعشم انه اكيد مليان كلام عني، وهو فعلا كان مليان كلام عني. انت يمكن لحد دلوقتي ما تعرفش ان الدفتر ده وقع في ايدي، وانه سبب تغييري معاك بعد رجوعك من السفر. بعد ما قريت المذكرات دي كرهت ابنك وما كنتش عاوزاه، بس كنت بحاول اخلي غلاف الكتاب قريب من بطني. يمكن حبي لليلي ينتقل منه شوية للطفل اللي انا مش عارفة هبقى امه ازاي وانا بكرهه. هو حاجة غريبة فعلا ان ام تكره ابنها، بس انا ما كنتش بكره انه ابني، انا كنت بكره انه منك انت، كنت بكره انه ابنك. كنت بقابل ليل كل يوم، وكانت معايا في كل مكان. كنت بقعد اعيط لها بعد ما قريت مذكراتك. انا اكتشفت ان انا الراجل اللي كنت بحبه خاين وكذاب وفيه كل الصفات اللي كرهتها في الدنيا. عرفت انك ما كنتش بتحبني زي ما قلت، انت كنت بتحب نفسك اكتر من اي حد يا سليمان. فاكر كنت كاتب ايه في المذكرات دي ولا فكرك؟ كتبت ايه في مذكراتي يخليك تحاولي تقتليني وتنهي حياتي؟ واضح ان انت ناسي، اما بالنسبة لي انا فانا فاكرة كل كلمة كانت في المذكرات دي بالنص، من اول كلمة تخصني. فهمت من المذكرات دي اللي كان عقلي رافض يستوعبه، بس في النهاية كانت دي الحقيقة. انت كنت بتكرهني علشان ضاي فضلت تقضي حياتها معايا ونسيتك. كنت بتكرهني علشان شايف ان انا السبب في حرمانك منها. انت قررت ترجع وتنتقم مني من غير ما تفكر ولو للحظة ان السبب الاصلي في اللي انت فيه ده هي ضاي، السبب في معاناتي ومعاناتك هي. كمان كنت عارف ان ضاي شريكة امي ليل في كل اللي حصل، ولما جت تموت ادعت ان هي ما تعرفش حاجه علشان بس تخلي امي هي المجرمه الوحيده في نظري وتخليني اكرهها. كنت عارف كل ده وما قلتليش عليه علشان لما ثقتي تتكسر في امي ما الاقيش ظهر غيرك، فاضطر افضل معاك، لاني وقتها هبقى فقد الثقه في كل الناس، فتبقى انت الصدر الحنين. ببساطه شديده انت ضحكت على ضي وضي ضحكت عليا. بشر بصيت له تاني وقالت له بس كانت حلوة الحبكة بإنك تفهمني إن العمل معمول لك، في حين إن العمل ده أنت اللي كاتبه بخط إيدك أنت وضي. خطة في منتهى الذكاء، وأنا كنت الغبية الوحيدة. وما اكتفيتش بكده، لأ أنت كمان قتلت ضي. كنت بتموت ضي بسم بطيء حطيته لها في الأكل أول ما جيت. السم كان بينتشر في جسمها على مدار أيام علشان محدش يشك فيك، وفي نفس الوقت تكون لحقت تقنعني أسافر معاك. أنا بهنيك يا سليمان، أنت انتقمت مني ومن ضي نعمة الانتقام. أنا كنت ممكن أقول إنك اتغيرت وسامح، بس أنا شفت في مذكراتك اسم يمن محطوط قبليه كلمة مراتي. ما
وانا كنت مفكرة ان الكلمة دي تخصني انا بس، وده خلاني ادور كويس في المذكرات لحد ما عرفت انك متجوز. وقتها عرفت اني مش هعرف اسامحك. عارف خطأك الوحيد كان ايه؟ كان هو المذكرات دي، المذكرات اللي ما كنتش تتخيل انها تقع في ايدي في يوم من الايام، لانك كنت متعود تعمل زي بالظبط. كنت بتخبي المذكرات في هدومك زي ما كنت انا بخبي الغلاف في هدومي، بس لسوء حظك هي وقعت في ايدي انا. انا لما حكيت لليل كنت بحكي لها وانا بعيط ومنهارة، وهي قعدت تهدي فيا وتقول لي في حلول، وانا مش حاسة ان في حلول تشفي غلي منك. لحد ما قالت لي اقتلك يا سليمان، قالت لي اقتلك ومخافش، هي هتبقى تتصرف في جثتك ومش هتسيب ورايا اثر لعملتي دي. وانا ما ترددتش لحظة اني اوافق. انا ما كنتش حاسة بحاجة جوايا غير خزلان وقرف منك، واحساسي ده زاد بعد رجوعك بكام يوم لما بدأت تغيب عن البيت ليالي. فاكر انا وقتها عرفت انك كنت بتروح لها، بتروح ليامها. اللي انت ما تعرفوش بقى ان قبل ما انت ترجع من سفرك بفترة وانا بجهز نفسي علشان اشوف طريقة انهي بيها حياتي بشكل يليق بكل افعالك القذرة، جالي طلق الولادة. كان ناقصني حتة منك كمان علشان تبقى كملت. كانت ولادة صعبة، كنت لوحدي وقتها، بس ليل جاتلي. امي ليل قالت لي انها اصعب ولادة هي شهدتها في عمرها كله، وفعلا هي تستاهل يتقال عنها كده، لانه اللي نتج عنها ما كانش طفل عادي، ده كان اقل ما يقال عليه انه مسخ. ابنك اللي بتسأل عليه ده يا سليمان كان مسخ. هيئته ودانه الطويلة وانيابه انا كنت بكرهه وهو في بطني، ولما شفته كرهته اكتر. لعنة الغلاف اللي كانت طول الوقت على بطني صابت ابنك، وما كانش قدامي غير اني اتخلص منه، علشان انت ما تشكش في اي حاجة تخص الغلاف، وما تحرمنيش من امي ليل تاني بعد ما لقيتها. وفعلا ما كذبتش خبر وعملت كده. رحت الملجأ اللي عشت فيه معظم حياتي وسلمت الولد لمدام نجوى. قلت لها اني لقيته قدام بيتي في النوبة، وقلت لها بالحرف انا اسفة يا مدام نجوى لشكله الغريب، بس هو في الاخر طفل، وانا عارفة طيبة قلبك وانك هتقبليه عندك هنا علشان ما يتشرطش. مدام نجوى كانت بتبصلي بشك، بتبصلي بصات غريبة جدا، وكأنها حاسة انه ابني، او حاسة اني سبب في اللي هو فيه ده. بس ليل طمنتني وقالت لي ان لو نجوى دي عملت اي حاجة اقدر اقتلها زي ما هعمل معاك، وانها برضه هتخفي اثار الجريمة. بعد ما رجعت النوبة بيومين انت رجعت، ولما شفتك بدأت اتزحزح عن قراري، بس انت كانت معاملتك معايا مش كويسة. كنت بتعاملني بتكبر وطريقة وحشة جدا، وبتبصلي بقرف، وبترمي كلام ما كنتش فهماه. لحد اليوم اللي استعجلتك فيه وانت في الحمام واديتك هدومك، وكنت متأكدة قبلها انك سايب مذكراتك في الأوضة، ولما خرجت من الحمام استعجلتك تاني علشان تطلع تجيب لي حاجات من بره البيت، واستفردت انا بدفتر مذكراتك. يومها عرفت انك خلاص، عرفت اكبر سر عندي، الغلاف. عرفت اني محتفظة بالغلاف، معرفش عرفت ازاي، يمكن شفته، بس كل اللي انا استنتجته انك غضبان، وانك ممكن في اي وقت تحرق لي الغلاف ده. ويا ريت كده وبس. انت كمان كتبت عن اللي حصل في سفريتك، وعرفت وقتها يا سليمان انك كنت بتساعد مرات ابوك في اعمال السحر بتاعتها، يعني زيك زي ليل زي ضي، ما تفرقش عنهم حاجه. انت كنت مسافر معاها لمده 10 شهور علشان تخلص فتره اعتزالها اللي بتقضيها في الصحراء كل سنه كقربان للجن. وقتها حسيت اني ارتكبت اكبر غلطه في عمري لما ما سمعتش كلامك، لما ما سمعتش كلامك وانت بتقولي ما تثقيش في حد يا بشر. وتاني اكبر غلطه في حياتي لما سبتك تعيش وما عملتش اللي ليل قالت لي عليه. انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت شفتني يوم المذكرات دي ولا لا، لاني المفروض قتلتك يومها بالليل، كان يوم عيد ميلادك. انا كنت عامله حسابي وكنت بعمل لك مفاجاه من قبلها. فاكر كنت جايبه لك ايه؟ كنت مجهزه لك كيكه كبيره عليها صورتك اللي لسه محتفظه بيها في جيبي طول الوقت. انت اكلت من الكيكه من غير ما تشك في حاجه، لاني لما قررت اخلص منك قررت ان ده يكون بحاجه ما تشكش فيها. ولما انت نمت انا حطيتك على كرسي بعجل ورحت بيك تحت شجره الجميزه الكبيره اللي على التل علشان اقتلك هناك. كنت معتقده انه كده هيبقى سهل على ليل انها تتخلص منك،
وكمان علشان انا قريت قبل كده انه مفيش شجرة جميزة في الدنيا ما حصلش تحتها جريمة قتل. انا عارفة انه قتلك بالسم كان اسهل، بس انا كان جوايا غل رهيب منك، كنت عاوز اشوفك بتتوجع يا سليمان مش عارفة ليه. انا فاكرة اني وقفت يومها واول ما مسكت السكينة لقيت ليل جنب راسك واقفة بتبصلي وبتبتسملي وبتقولي ما تخافيش خلصي عليه وانا هحميكي. انا كنت فرحانة ان ماما فرحانة بيا وباللي بعمله، فقتلتك من غير اي ذرة تأنيب ضمير. بعدها نزلت على القرية وحرقت بيت ابوك بمرات ابوك اللي عمري ما حبيتها ومراتك اللي كانت قريبتها. انا بعترف لك يا سليمان يومها ان انا ما نمتش مرتاحة، بس كنت حاسة اني رجعت الحياة الطبيعية من قبلك، رجعت تاني بشر اللي ما بتفكرش غير في امها، وكمان المرة دي امي معايا وبتحميني. تاني يوم لقيت الناس بتخبط على باب البيت جامد، ولما فتحت كان البوليس عرفوا مكاني. مدام نجوى كانت جاية النوبة تسألني على حاجات تخص الطفل بنفسها لانها مش عارفة توصلي بالتليفون، وشافتني وانا شايلاك على الكرسي وطالعة بيك من البيت، فطلعت ورايا التل ولما شافتني بقتلك بلغت البوليس. أخدوني وروحت على مكان غريب كده اسمه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، كانوا بيقولوا إني مجنون. السؤال بقى، أنت جيت هنا إزاي؟ أنا متأكدة إني قتلتك يا سليمان، ولو سنحت لي الفرصة هقتلك تاني. سامع يا سليمان؟ ليه اللي بتضحك أهي؟ سامعها؟ هنا تحديدا قفلت شاشة العرض ولفيت وشي للدكاترة اللي قاعدين وقلت لهم بكده أكون قدرت أثبت لكم فعالية فكرتي في جعل المريض النفسي يتكلم عن مخاوفه وأوجاعه أو أي حاجة مخبيها أو رافض الكلام عنها. الاستفزاز، إنك تستفز حد بإدارة حوار بينه وبين أكتر حد كان سبب في ألمه أو صدمته، ده بيخرج معلومات كتير جدا من المريض تقدر تفيدنا جدا في اكتشاف طرق جديدة للعلاج، وبالتالي تزود نسب الشفاء. ده لان زي ما انتم عارفين ان اكبر عائق في وش الطب النفسي هو رفض معظم المرضى انهم يتكلموا او يفصحوا عن اللي جواهم، ونظرا لاننا مش دايما نقدر نحصل على مخاوف الشخص ده ملموسه قررنا نحصل على بديل. في المثال الحي قدامنا واللي تعرضت فيه بشر لمحادثه مباشره مع مسخ سليمان اللي تم صنعه بواسطه تقنيه الهولوجرام المتقدمه واللي فيها استعنا بشكل وشه وملامحه من صور كانت معاها دايما، وقدرنا نصنع صورة 3D مع إضافة بعض التعديلات عليها، واستعنا بشفرة صوت تشبه لصوته اللي لحسن الحظ لقينا ليه بعض شرايط الفيديو وسط حاجتها وبعض المعلومات اللي كانت بتقولها عنه، وكمان الحاجات اللي كانت بتحكيها مع نفسها واللي جبناها عن طريق كاميرات المراقبة. الميكس ده أدى لاستفزاز بشر وخلاها تتكلم، وده اللي ما قدرش يوصله أطباء كبار على مدار 25 سنة فاتوا. أتمنى تكون فكرتي وصلت، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتم من التجربة. شكرا جدا لكم. صوت التسقيف على في القاعة، فطلعت منها وأنا حاسس بالفخر أني قدرت أخرج من دايرتهم، دايرة أمي بشر مريضة الفصام من 25 سنة، وأبويا سليمان اللي أمي فكرت أنها قتلته بسكينة بسبب هلاوسها السمعية والبصرية، وهي يدوب كانت ماسكة في إيديها عصاية حديد خلته يفقد بصره بعد الضربة اللي ضربتها له على دماغه. معظم هلاوس بشر كانت بتتلخص في مامتها ليل، كانت دايما بتشوفها معاها في كل مكان وما زالت بتشوفها وبتتكلم معاها لحد دلوقتي. اظن ان بشر عمرها ما حبت حد قد مامتها برغم كل حاجه، حتى انا ابنها ما حبتنيش. مرض الفصام اللي كانت بتعاني منه بشر بسبب الضغوط اللي وقعت عليها طول حياتها، واللي انتهت بصدمه معرفتها ان ليلى هي ليل امها. واللي يعرف مرض الفصام ده يعرف ان المريض بيعاني من هلاوس سمعيه وبصريه وبيصدقها كانها اشخاص حقيقيه، ولو فضل من غير علاج فتره فالهلاوس دي بتزيد مع الوقت، وده نفسه اللي حصل مع بشر، اقصد امي بشر. هلاوس اللعنه اللي سيطرت عليها بسبب احتفاظها بغلاف الكتاب، وهلاوس اني ممكن اصاب باللعنه لانها كانت دايما شايله الكتاب عند بطنها خلتها تشوف شكلي غريب اول ما اتولدت وداني طويله برغم اني كنت طفل سليم ومعافى، وده اللي خلى ماما نجوى تتعجب من كلامها يومها وتقرر تزورها بعدها بكام يوم علشان تطمن على صحتها وتاخد منها معلومات تخصني.
طول السنين اللي فاتت كانت ماما نجوى بتهتم بيا لأنها عارفة إني ابن بشر، أنا أصلاً شبه بشر بالظبط شكله. ماما نجوى كمان كانت بتشجعني أبقى متفوق علشان أبقى دكتور وأعالج أمي بشر، وكانت بتحكيلي دايماً عنها وهي طفلة. كانت بتقولي إن أمي بشر كانت طفلة جميلة ومطيعة ومتفوقة، بس كانت طول الوقت حزينة. الحاجة اللي الدكاترة ما عرفوهاش واللي قررت أحتفظ بيها لنفسي هي إني ما استعنتش بشفرة صوت سليمان ولا حاجة، ده كان صوتي أنا. سليمان عرفني من صوتي وده اللي خلاه يطلب مني إنه يتفحص وشي بإيده، ووقتها اتأكد إني ابنه. هو ما جاش ولا حضر التجربة، بس بعتلي تلغراف قال لي فيه إنه فخور بيا وإنه بيحبني وإنه خلاص في أيامه الأخيرة، وطلب مني عدم الحضور. أنا ما ورثتش من أبويا غير صوته اللي يشبه صوتي تمام. أنا دكتور مالك ابن سليمان وبشر، ما ورثتش منهم غير صوته وملامحها. بكده يكون خلص الجزء الثاني من قصة ضي الليل، وبشكل نهائي أتمنى تكون القصة عجبتكم. في ملحوظة بسيطة عايز أقولها، أنه أنا بسجل القصة دي في أجواء شتوية رعدية، فلو أي صوت خرج أثناء التسجيل فده خارج عن إرادتي بسبب ظروف الجو، وبسبب أن أنا مش عايز أتأخر في ميعاد تنزيل القصص. احنا ميعادنا كل يوم خميس، إن شاء الله ننتظم على ده على طول. ولو أنت وصلت لحد هنا يبقى تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة لو أنت مش مشترك على القناة، وترجع تسمع القصص اللي فاتت لو أنت متابع جديد، لأن أعتقد هتلاقي حاجات تعجبك. وما تنسوش تعملوا شير للقصة علشان نوصل لأكبر عدد مشتركين، عايزين نكسر حاجز 50,000 بقى. وشكرا جدا على دعمكم طول الفترة اللي فاتت. تصبحوا على خير. سألتك عن ايه يا مروان؟ المرض الانتكاس يا دكتور. افتكر قلت انك مهندس. في حالات وصلت للاكتئاب، وفي حالات عانت من اضطرابات ومشاكل في النوم، وكان الاصعب انه يحصل مشكلة في الذاكرة والتفكير، وساعتها بيحصل تغيير في الشخصية نفسها الى حد كبير. لو المريض عنده حساسية من مكون واحد من مكونات الدواء ما نستبعدش حدوث كارثة. انا حاسس اني متطفل. لا ابدا، اتمنى تلاقي اللي بتدور عليه. الغيبوبة المرة دي طولت عن كل مرة، يبقى روح اكشف، كفاياك اهمال. بقالي قد ايه؟ 9 ساعات. الحوط طوله 13 متر، المفروض انه تم انتشاله بمعرفة وحدة الانقاذ النهري، وتم تسليمه لمسؤولي المعهد القومي لعلوم البحار، وده علشان يتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحوت. بقى في حوت يسيب الأطلنطي ويجي مصر؟ غبي أو حظ وحش. شكلك رايق النهاردة. بيتهيألك. تفتكر هو جاي هنا ليه؟ مش عايز أكون ضيف رخم، بس وهو عارف منين إنها بترسم؟ كنت بتحبها؟ ينفع ما جاوبش؟ تخميني صح يا باشمهندس، انت حقيقي فنان. من اول يوم انت مفضوح، ومع كل زيارة تافهة كنت بتيجي هنا البيت كنت ببقى عارف انت جاي ليه. باختصار، كمال اغرب حد ممكن تتعامل معاه في حياتك. استاذ كمال، انا خايفة قوي. سفرية.
قرية أسوان كانت النهاية بالنسبة لي. ما اعتقدش كلام حضرتك الجميل ده هيرجع حاجة مع الأسف. الخذلان هو أن تخذلك أقدامك في وقت احتجت فيه للوقوف بمفردك